مساء الخير، كل جونة وانتوا طيبين. السينما ليها فرسانها، بل السينما تصنع الفرسان، لأن الفارس هو الحلم والسينما تصنع الحلم. كم بنت حبت فارس أحلامها الشجاع المغامر عبر الشاشة الفضية؟ كم شاب اتمنى يكون مكان البطل اللي بيتفرج عليه، ينصر الحق ويهزم الشر ويفوز بقلب ست الحسن والجمال. السينما حلم، لكن مش أي حد عنده أخلاق الفرسان في الحقيقة. مش أي نجم تحس إنه أخوك الخلوق، صاحبك الجدع. مش أي حد تحس إنه اتخلق عشان يسعد الناس. أنا شخصياً عملت مع الفارس ده أعمال كتيرة. شفت فيها إزاي بيصنع الحلم للناس اللي بيحبها، لجمهوره، بنفسه، من غير دوبلور، من غير خدع. شفته بيجاسف بسلامته وساعات بحياته، ربنا يسامحك، وهو سعيد عشان عارف انه هيسعدنا. شفته بيزق حيطان الصناعة عشان يوسعها. شفته بيخدم ناس بقلب طفل. شفته بيتهنى بحب الناس الصادق، وشفته بيربي ولاده أحلى تربية.